كما شاهدتم دور كبير جدا لأمانات المناطق حول دور هذه الأمانات في مناطق المملكة في الإجراءات الوقائية. ينضم إلينا شبكة مراسلنا من نجران ومراسلنا علي زينان ومن جازان عبد الله الفيفي. وبداية من نجران، حدثنا عن إجراءات الوقائية لديكم. نعم، مساء الخير لك وللسادة المشاهدين. طبعا نتواجد اليوم حاليا في محافظة أخباش، وبالتحديد للاطلاع على ما تقوم به بلدية هذه المحافظة من جهود في سبيل تطويق هذا الوباء. وللحديث أكثر ينضم إلي رئيس بلدية أخباش المهندس يوسف الهتيلة. مهندس يوسف، مساء الخير. مساء النور، الله يحييك أخ علي. ما هي إجراءاتكم الاحترازية لتطويق هذا الفيروس؟ أولا بسم الله الرحمن الرحيم، لا شك بأن القطاع البلدي بشكل عام يحظى بدعم من الحكومة الرشيدة، وهو يعتبر خط الدفاع الأول من ناحية صحة البيئة والنظافة. وبناء على توجيهات ومتابعة مستمرة من سعادة أمين منطقة نجران المهندس حمد عيبان، قامت البلدية بزيادة من مجهودها ومضاعفته بشكل مستمر وشكل دائم على مدار الساعة في عملية مكافحة هذا الوباء وأعمال التطهير والتعقيم التي تتم بشكل شبه يومي. وكذلك قامت بعمل جولات تفتيشية على المحلات التجارية المتعلقة بالصحة العامة، وإلزامهم بتوفير المعقمات، وإلزامهم برش عربات التسوق، وإلزامهم كذلك بتوفير الكمامات والقفازات لمرتادي هذه الأسواق. ايضا انا علمت انه بدات الحاجه ملحه الى اكتشاف واختراع هذا الجهاز للرذاذ، وقام به احد ابناء ايضا بلديه اخباش. انا ودي الفكره سريعا ثم تسمح لي لاخذ المعلومات اكثر من المخترع. بالفعل فكره هذا الجهاز تمت من احد الموظفين لدينا. بدايه الفكره كانت بسيطه، وتم تطويرها في ورشه البلديه على ايدي مختصين من البلديه حتى ظهر بهذا الشكل النهائي، بحيث انه اصبح فعال بدرجه كبيره وصار يخدمنا بشكل اكبر من الاجهزه المتوفره حاليا لدينا. نعم، لعلي استضيف المخترع ومبتكر هذا الجهاز حسين العباس. طيب حسين، سريعا معي دقيقه لو تقول لي فكره هذا الجهاز. فكره الجهاز بدات من وجود جهاز يعطي نسبة تغطية أكبر للتطهير والتعقيم للاستفادة منه في مجالات أخرى، وعلى أن يكون له قطع غيار أو موجودة في السوق الحالي. إذن هكذا هم أبناء المنطقة دائما وأبدا، وأبناء الوطن في اختراع مثل هذه الأجهزة التي يحتاجونها دائما وأبدا، وتطويرها بفكر وكما تبدو الحاجة ملحة. ولعلكم تشاهدون الجهاز في الخلفية وقد بدأ تشغيله. هذا كل ما لدي حتى اللحظة، عودة لكم بالصوت والصورة. شكرا لك علي زينان. معنا عبد الله الفيفي أيضا. عبد الله أو علي زينان، كلمنا علي عن دور الأمانات والإجراءات الوقائية أيضا عندكم. أو عبد الله الفيفي، عبد الله. هلا، مساء الخير. نعم، نتواجد اليوم هنا في محافظة فيفا على أحد الطرق الرئيسية هنا. بدأت الآن حركة السير تقل تدريجيا لتطبيق أمر منع التجول عند الثالثة. نشاهد أيضا الدوريات الخلفية الأمنية خلفنا تبدأ استعدادا لتطبيق منع التجول من الثالثة. طبعا رصدنا اليوم وفرة المواد الغذائية هنا في التموينات والأسواق التجارية بمحافظة فيفا، وأيضا جهود بلدية فيفا في تطبيق الاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية وتنفيذ عمليات الرش والوقاية الاحترازية من فيروس كورونا. للتعرف أكثر على جهود بلدية فيفا للوقاية من فيروس كورونا، معنا مدير الخدمات بلدية فيفا الدكتور عبد الله المالكي. بداية مساء الخير دكتور. مساء النور، يا مرحبا. بسم الله الرحمن الرحيم، اولا اشكر قناتي الاخباريه على الاستضافه وعلى التحدث عن جهود بلديه محافظه فيفا في سبيل الحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.
ودنا تحدثنا عن شاهدنا اليوم جولة رقابية على أحد المحلات التجارية، هذه المحلات هنا، حدثنا عن الرقابة على هذه المحلات وتوفر أيضا السلع في المحلات التجارية والاشتراطات الصحية اللي يتم تطبيقها من قبل بلدية فيفا خلال هذه الجائحة. نعم أستاذ الكريم، البلدية حقيقة بتوجيه من مقام وزارة الشؤون البلدية والقروية وبمتابعة من سعادة أمين منطقة جازان وبإشراف مباشر من رئيس بلدية محافظة فيفا سعادة المهندس أحمد بن محمد علوان، قامت البلدية بتكثيف أعمال الرقابة الصحية على المحلات التجارية، حيث قامت البلدية بعمل أكثر من 500 جولة رقابية من بداية الجائحة، جائحة فيروس كورونا. كذلك قامت البلدية بتكثيف أعمال النظافة وتعقيم الحاويات والمعدات وتطهيرها. كذلك قامت البلدية بتكثيف أعمال الإصلاح البيئي ومكافحة الأوبئة ونواقل الأمراض عبر فترتين صباحية ومسائية طيلة أيام الأسبوع. وكذلك قامت البلدية بتطهير عدد كبير من المواقع والأسواق الحيوية في المحافظة. أيضا كذلك البلدية قامت بإغلاق جميع صوالين الحلاقة ومشاغل التزيين النسائي كإجراء احترازي للوقاية من انتشار فيروس كورونا. كذلك قامت البلدية بإغلاق جميع المحلات التجارية في سوق فيفا العام ما عدا المحلات المستثناة وهي التموينات الغذائية والصيدليات. كذلك من جهود البلدية قامت بإغلاق جميع الحدائق والمنتزهات لمنع التجمعات البشرية، لأن كما تعلمون أن الفيروس كورونا ينتشر بشكل سريع من خلال التجمعات البشرية. يعطيكم العافية دكتور. أيضا حدثني عن تطبيق الاشتراطات الصحية في عمليات التطهير والتعقيم للشوارع، شاهدنا أيضا عمليات تطهير وتعقيم لعدد من المواقع وأيضا واجهات المحلات التجارية والدوائر الحكومية هنا. نعم، البلدية حقيقة قامت بتعقيم أكثر من 50 موقع حيوي في المحافظة، أيضا قامت بتعقيم وتطهير الأسواق كإجراء احترازي من انتشار فيروس كورونا. كذلك قامت البلدية بتطهير عدد من الدوائر الحكومية وزيارتها وتوزيع المعقمات وكذلك القفازات والكمامات كإجراءات احترازية لوقاية الزملاء في الدوائر الحكومية من انتشار فيروس كورونا لا قدر الله. يعطيكم العافية دكتور، شكرا لك. الدكتور عبد الله المالكي مدير إدارة الخدمات بلدية فيفا، شكرا لكم وبالتوفيق، جهود موفقة إن شاء الله. يعطيك العافية أستاذ عبد الله، شكرا لك. إذن هذه إطلالة على جهود بلدية محافظة فيفا هنا. الجدير بالذكر أن لجنة الرقابة العمالية هنا في محافظة فيفا وأيضا للوقاية من فيروس كورونا تم فحص أكثر من 1000 عامل خلال تقريبا أو في خلال 100 جولة على منازل وسكن العمال. من جازان عبد الله الفيفي، شكرا جزيلا لك.